العبارة continue. إن العبارة continue تقوم بإنهاء تكرار الحالة، ولكن لا تقوم بالإنهاء الكلي للحلقة. في المثال السابق عند الوصول إلى القيمة صفر، تم إنهاء الحلقة كليا. عد إلى الكود السابق واستبدل العبارة break بالعبارة continue، وسيتم تجاوز القيمة صفر فقط ومتابعة تنفيذ الحلقة حتى وصول العداد إلى القيمة 10 وانتهاء تنفيذ الحلقة بشكل تلقائي كما يظهر بفتح الصفحة ضمن مستكشف الويب.